الوطني الكوري الشمالي. وتابع رئيس الجمهورية إلى جانب رئيس كوريا الشمالية السيد كيم جونغ أوان والعديد من الشخصيات الدولية عروضا عسكرية متميزة أبرزت القدرة العسكرية لهذا البلد الواقع في شبه الجزيرة الكورية. المزيد من التفاصيل مع موفدنا الخاص إلى بيونغ يانغ محمد تقي الله الأدهم. المكان ميدان كيم إيل سونغ وسط العاصمة بيونغ يانغ. الزمان 9 سبتمبر، ذكرى تأسيس كوريا الديمقراطية الشعبية. رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز والسيدة حرمه على منصة الشرف في مقدمة ضيوف الرئيس كيم جونغ أون. عرض عسكري كبير استهله برسم الشعار والرقم في سماء الساحة بواسطة سرب من الطائرات، أبدعت في الحركة جيئة وذهابا مخلفة ألوان العلم فوق الميدان. ثم بدأ العرض الراجل، مئات التشكيلات العسكرية تمر مسرعة أمام المنصة في تناسق وانتظام أخاذين عكس بوضوح نوعية التكوين وتراكم التجارب وتشدد الخبرات. وجاء دور الوحدات المحمولة، هنا قدمت نماذج مختلفة من المدرعات والأسلحة الثقيلة القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى. الترسانة المعروضة شملت أنواعاً من الصواريخ الكورية ذات المواصفات العالية في إشارة إلى النقلة الكبيرة التي عرفتها الصناعة العسكرية في كوريا الديمقراطية الشعبية. ومر بعض الوقت قبل مرور لوحات بشرية لم تفتقد هي الأخرى إلى جودة التنظيم. المكون المدني الذي ضم مختلف القطاعات الحكومية وشتى التنظيمات النقابية والجمعوية كان له الحضور الواضح ومر بدقة على يسار منصة الميدان. ودوت أصوات طلقات المدفعية المحتفية بالحدث وسط الأهازيج والأناشيد قبل أن تحلق من جديد وحدات الطيران العسكري في سماء الميدان الكبير المزدان بالألوان الفاتحة استحضاراً للحظة التحرر ووضع لبنة التأسيس. سنة 45 900 ألف وضعت حرب التحرير أوزارها، وفي سنة 48 900 ألف أعلن الرئيس كيم إيل سونغ ميلاد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. واليوم وبعد مضي 70 عاماً ينتظم هذا المسير العسكري الكبير مرددا بالمنطق نفسه والأدوات ذاتها لا مجال للراحة والاسترخاء أمام تزايد المخاوف ووفرة التحديات. بعثة الموريتانية، ميدان كيم إيل سونغ، بيونغ يانغ.